يا أهلا وسهلا بالجميع، إن شاء الله طيبين. اليوم رح تكون حلقتنا هي نوعا ما ردا على بعض الأسئلة، اللي هي كيف أنا أستفيد من الحلقات الماضية إني أحط وجبة صحية تتكون من جميع العناصر الغذائية اللي حكينا عنها المرة الماضية الحلقات الماضية. فيلا نشوف كيف نجمعهن مع بعض في صحن صحي واحد. الصحن الغذائي الصحي من ايش بتكون؟ في عندنا مسميين، الماكرو نيوتريشن والمايكرو نيوتريشن. هذول لازم يكون عندنا موجودات في الوجبات الصحيه، اللي هم طبعا الماكرو نيوتريشن اللي هو البروتين، الدهون، الكربوهيدرات والالياف. المايكرو نيوتريشن اللي هو المعادن والفيتامين. هذول لازم نحاول نجيبهم احنا في وجبه واحده، او يعني في كل وجبه لازم يكون موجودات هذول العناصر. كيف انا ممكن اجمعهم مع بعض؟ مثال على الافطار، ممكن انت تحط بيض، حليب، شوفان، مكسرات وخضار. طبعا يا جماعة الخضار للأسف الجميع بطنشه بنساه أو ما بيهتم فيه، بس الخضار كثير مهم، له فوائد كثير كثير كبيرة. لا تنسوه، حاولوا إنه يكون دائما موجود معكم في وجباتكم بشكل دائم. بس احنا هون في هاي الوجبة زي ما حكينا عندنا البروتين جبناه من البيض، الكربوهيدرات جبناها من الشوفان، بالإضافة طبعا في عنا الحليب بجيب بيكون ضم كربوهيدرات وبروتين مع بعض، دهون جبناها من المكسرات، والخضار جبنا منه الألياف، المعادن والفيتامين. فأنا هيك بهاي الحالة صرت فرضا وجبة الإفطار جمعت جميع العناصر الغذائية إنها تطلع معي وجبة كاملة إنها تستفيد منها بشكل صحيح. طبعا الوجبات الثانية في نقطة ملاحظة صغيرة اللي هي الدهون. فأنا ممكن أنا أجيب في وجبة الغداء دجاج، رز وخضار. هسه هون مش ضروري أنا أضيف زيوت أو أي نوع من أصناف الأكل اللي بتحتوي على كميات كبيرة من الدهون، لأنه فعليا هي أصلا تكون موجودة في ال يعني الدهون اصلا بيكون موجود بكميات خفيفه بالبروتين، في يعني في وجبات البروتين زي الدجاج او اللحمه، وفي الكربوهيدرات تكون في نسبه قليله من الدهون. فانا هيك بصفي طول اليوم مجمع، لو يجي نجمع من كل وجبات اكلتهم بكون انا هيك جمعت الاحتياج تبع الخاص تبعي من الدهون. فانا مش ضروري انا اكل وجبات، يعني في كل وجبه لازم اضيف منها اغذيه تكون فيها بتحتوي على دهون بشكل مركز. فبكفي انه اكل وجبات بشكل صحيح. هسا بالنسبة للحسابات، احنا حكينا في الحلقات الماضية انت كيف تحسب البروتين او الكربوهيدرات او الدهون او الالياف الخاصة فيك. فاللي بحب يعني يحسبهن يرجع للحلقات الماضية ويشوف كيف حسبناهم. بالنسبة للكالوري والسعرات الحرارية، هسا ان شاء الله راح نحكي في الحلقات الجاي، راح يكون لنا حلقة مخصصة كاملة كيف انت تحسب احتياجك من السعرات الحرارية. كيف انا وافق بين الماكرو نيوتريشن والكالوري اللي هم عناصر الغذاء اللي هي البروتين والكربوهيدرات والدهون مع السعرات الحرارية في الاكل، على اساس انه يطلع معك جدول غذائي بشكل صحيح بشكل انت تستفيد منه. لكم جميعا استفساراتكم او اسئلتكم او اي مداخل لكم